يا عمار قراءتك المقابلة اليوم وسير مردود الترجي هو الأمانة معناتها الفوارق واضحة بين الفريقين هنالك يعني إمكانيات كما قلت في الترجي أفضل بمراحل معناها من فريق مستقبل القصرين بطبيعة الحال تشبث بالنتيجة نتاع الفريقين زدنا عاونناهم في الشوط الأول بإضاعة معناها الفرص و دونك ما ساهمناش الامور على في بدايه الشوط الاول ثم مع مرور الوقت بطبيعه الحال وقع تجسيم يعني الفرص اللي جاتنا ولو كانت فرص يعني واضحه وسهله في الشوط الاول بطبيعه الحال سالنا الماموريه وخلانا معناها آه نكمل يعني نجاري نساق المباراه يعني بكل راحه وكنا نجم كانت تكون الحصيله افضل وهذا يرجع بالاساس للفوارق من الفنيه الفرديه والجماعيه بين قبل المقابله برش عبيد حكوا على ديزافونتاج فيزيك قبل الماتش، كيفاش شريت مردود ملعبيتك سوغ لو بلون فيزيك؟ صحيح فما فماش يعني كامله ربما فما شويه حراره ربما العشب اللي معناها عالي شويه لكن هنالك يعني شويه هكا ثقل وبطء معناها فوق الميدان ربما يرجع العامل السفر معناها اللي كان سياق شويه في الفتره اللي قد عد عديناها. وعملنا اون سيونس دونترينمون معناها دو ريبريز لكن عموما انا سوجيري معناها لو ماج دو بوت اون بو وفيه معناها ايجابيات ان شاء الله اذا نلقاو لا فريشير فيزيك نتاعنا في المباريات القادمه أكيد، ان شاء الله باذن الله معناها نلقاوها أه تكون الامور افضل لانه النتائج قاعده تتبع وخاصه لما نسجل ونخلق فرص يعني تكون هناك يعني مؤشرات يعني ايجابيه ادريس الترجي اليوم اون ديبلاسمون بنتيجه عريضه افيك لا والله الحمد لله عملنا فوبا في <applause> في <applause> الكاف اللي متعب ما قدمناش زي ميتو مريقل كاو واليوم حطينا رجعنا لمشوار البطوله رجعنا لوبجيكتيف اللي حشنا به الاولاني عدينا ماتش باهي كان جاي المانيير وجات الاهداف كانت نجم تكون اكثر من أربعة اهداف ان شاء الله معناها نكملوا هكا في الريتم هذا ان شاء الله يجيب نفسه ان شاء الله. خروج اضطراري اليوم شنو صار بالضبط؟ والله حسيت بشويه تعب في ساقية خفت لا تصير لي معناها حاجه ما نعرفش خيرت نخرج خاطر خفت لا يكون تضاعف الحكايه خيرت نخرج وان شاء الله غدوه نشوفها ان شاء الله لاباس ان شاء الله. هي اول مقابله ليك في السيزون اليوم الترجي انتصر بنتيجه عريضه وعلي سيرتو ما يقبلش حتى هدف. والله الحمد لله اه على كل شيء اه اليوم احنا جينا على ميسيون هي ايه 3 بوان اه حققنا المطلوب اليوم في القسرين طبعاً نخموا في ماتش متاع أزمان وان شاء الله ربي يوفقنا دفاع اعترج اليوم وعلي وراه والله عملت اللي عليا اليوم وكنت معناها حاضر اه وكاو